السلام عليكم حمايه المدنيين من اخطار الحرب واثارها واجب تتحمل مسؤوليته اي جهه تخوض حربا سواء كانت شرعيه او غير شرعيه فالقانون الدولي الانساني يرتب واجبات على اي طرف يخوض حربا ويلزمه باتخاذ التدابير الكافيه لحمايه المدنيين من اثار هذه الحرب وعلى الرغم من ان ميليشيا الحوثي تدعي انها تمثل دوله وتدعي انها ملتزمه بالقانون الدولي الانساني الا ان سلاحها يقول غير ذلك. نحن اليوم امام قصه تحمل انتهاكات عديده تعرضت لها اسره واحده تسكن في احد خطوط التماس في مدينه تعز. تعرض منزلها لاستهداف قناص فاخلوا نصف المنزل المطل على الامن المركزي في المدينه. واضطر نصف الاسره الاخر للنزوح فيما بقي النصف يكابد الخوف حتى توفي الأب بشظايا قذيفة مدفعية أصابته في الشارع بعد برهة تعرض الولد لقنص بسلاح ثقيل بخمس طلقات أصابته منها اثنتان جعلته طريح الفراش إلى أمد غير معلوم المدني الجريح رعد عبده أو رعد درهم عبده غالب يحكي قصته في الفيلم التالي نتابع ثم نعود الان عايشين في جبل الزهراء الان حاليا ونعيش الحمد لله اللهم لك الحمد في خط النار يعتبر والقذائف تحملنا القذائف مدة أربع سنين الحمد لله وبعد سنتين من الحرب بداية الحرب فقد الوالد حصل له قذيفتهم وراجع من المسجد بعد العشاء، قذيفة قذيفتهم إلى الشارع، وبالشارع في بالنسبة للوالد، هو بعد صلاة العشاء قام يصلي، فخرج إلى الشارع يتفقد كطبيعته يتفقد هنا، يتفقد الحوا- الحارة بالذات، هو الوحيد اللي جلس جلس في الحرم ولم ينزح ابدا ابدا في الحرم فخرج بعد صلاة العشاء فجاءت طلقة قنص طلقة هاون الى الح... خذيفة. قذيفة هاون الى الحارة فاصيب فمات مباشرة هذا المتقية سنة جبل الشماسي نعيش في حالة رعب دائما من قبل من قبل جماعة الحوثيين وأمامنا الأمن المركزي ويقوم الأمن المركزي هنا الحوثي يقوم بطلق النار طلق النار على البيوت وعلى السكان بالذات القذائف ومعهم قناص في البيوت تحت الأمن المركزي مباشرة فالحمد لله مر علينا أربع سنين بعدين أجأت على الإصابة حقي الذي تفقد عينك إلى البيت و الناس ضرب لجهتي خمس ضربات أنا سبحان الله, الله. كان طلقتين اللهم لك الحمد قاعد حباب الرجل عظمي والثاني لحمية الحمد لله معدل 12 سبعة معدل من الجهات المعسكر فلتوقف من فوق في يعني هو على ساكن الى الان لا لا يستهدف اي شيء امامه يمر اي شيء يمر على الشارع يقنص هذا الحوثي ولذلك نحن عايشين هنا عايشين في قلق خاصه بالذات من بعد مرور المغرب حتى الليل نعيش في قلق خاصة بالذات يجي لك فجأة يطلق على الحواري على الحارة هذه المنطقة جبال الشماسي طلق عشوائي بالذات خاصة بعد منتصف الليل يبدأ الحوثي يشتغل القنص وضرب الدبابة وضرب الهاوزر إلى الحواري والله كذا عبثي عبثي يعني يخليهم يؤمنوا 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 بعدين يتلذذ بالقنص في احد الايام مر الاخ رعد الى الشارع فجاء القنص الى جاء القنص الى الحاره فنزل يتفقد البيت تحت في بيت معنا شو الدور الارضي نزل يتفقدها من شان لو في اي شيء فقام الحوثي فقنصه في, في الرجل ثم القنص الثاني في الفخذ فخرجت من الجهه الثانيه احتاج لنا الى عمليه أه صفائح صفائح مسامير أه احتاج الى اربع أه صفائح وبعد ذلك المر عليه النزف كثير الاخر عد فقمنا نسعفه الى الثوره وطلوع من المكة من البيت حتى فوق صعب جدا جدا لان القنص ما زال ايش يترقب الاخ رعد فقنصه عده طلقات على المكان بقعقعة يعني برعب يخرج كانه يعني ما شراك ضامن انه يرجع يعني توكل بس على الله وخرج الحين يعني ما يا ما يفتح يا ما يرجع بيته ما يدريش الحين يعني بيقع بيقع عقله والله عاد الان في الدكاتره قالوا بيصلحوها هنا ما في واحد احد من الدكاتره قالوا يحتاج سفر اما عايش بالنسبه للعيش الحمد لله على كل حال نقول الحمد لله والشيء الثاني بالذات معنا الماء قله المياه و قلة الماء جدا جدا مش متوفرة في الحارة هذه المنطقة آه الحمد لله ما نزح اخي نحن جلسنا هنا انا والوالد والوالده كريمتي لانه ما البيت واحد يقول بيته ما قعقعه جع وحسينا اخويا اخي جع جع حسينا ابو ازيد ما نحنا ما نزحنا لانه اذا قمنا نزحنا في من البيوت في كثير اشياء اولا ما حد يقدر ينزح من غير بيته لانه اكثر الاشياء اللي يسرقوها في البيوت الناس يقوم بسرق البيوت ونهبها وبيعها اكثرهم اكثرهم نزحوا من من هذه المنطقه جبل الشماسي نزحوا الى قرى الى مناطقهم اللي عايشين فيها كم هي الانتهاكات التي تعرض لها السكان المدنيون في هذا الحي؟ ابتداء من استهداف البيوت ومنع الحركه والقصف العشوائي باسلحه لا يمكن توقع اثارها ولا ضمان حمايه المدنيين منها، بل وحتى قطع مياه الشرب وعرقله وصول الطلاب او وصول الطلاب الى المدارس واستهداف المدنيين بشكل مباشر بالقنص. لماذا لا تحترم حقوق المدنيين في الامن والسلامه؟ من المسؤول عن تأمين النازحين وتعويض المتضررين للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها ينضم إلينا المحامي والناشط الحقوقي عبد الله التميمي من مدينة تعز مرحبا بك سيد عبد الله مرحبا بك أخي هلا وسهلا ما هو موقف القانون من استهداف المدنيين آه الواقعين في خطوط التماس؟ الدستور اليمني ابو القوانين وكذلك القوانين اليمنية المستمدة منه تحمي حياة الناس تحمي حياة المواطنين المدنيين وتحافظ على اموالهم وممتلكاتهم تجرم القانون العقوبات اليمني يجرم المساس بالمساس بحياة المواطنين وبارواحهم بممتلكاتهم و شرعت القوانين النافذه التي تجرم مثل هذه الافعال هناك قانون العقوبات الذي يجرم الافعال الماسه بالامن بالامن الدوله الداخلي وتشكيل العصابات والانتماء اليها وكذلك الاعمال التي تمس الامن والاستقرار في البلد هناك منظومه قانونيه متكامله تجرم هذه الافعال و تعتبرها يعني ضد الاستقرار والسلم الاجتماعي نعم. كما واذا كانت هذه القوانين هي يعني كانت مشروعه في وتطبق في الوقت في, الاوقات الطبيعيه الا انه يمكن بالامكان تطبيقها في الوضع الاستثنائي ووضع النزاعات خاصة وأن اليمن مصادقة على اتفاقات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الصادرة في عام 1900 و49 وكذلك البروتوكول الاضافي الثاني الصادر في في عام 1977 كذلك النظام الاساسي لمحكمه الجنايات الدوليه يضفي الحمايه على على المدنيين وتعتبر المساس بحياتهم وممتلكاتهم يعتبر جرائم جرائم انسانيه يجب محاكمه مرتكبيها واحالتهم الى محكمه الجنايات الدوليه. نعم. الا يعد ايضا بقاء المدنيين في مثل هذه المناطق مخاطره غير محسوبه وبالتالي يجب ان ينتقلوا الى اماكن اقل خطرا؟ نعم في بقاء المدنيين في اماكن الاشتباكات واماكن التماس فيه خطوره وتعريض حياتهم للخطر قد دفع كثير منهم فاتورة كبيره من حيث الافراد الذين فقدوهم من عوائلهم وكذلك الاصابات فهناك جرحى ومعاقين واصابات كثيره تلحقهم اذا اضافه الى المعاناه وحيث يذوق الامرين في تلك المناطق ويبقوا ايام عالقين لا يستطيعون توفير احتياجاتهم خاصه في اوقات الاشتباكات لذلك يعني وجودهم في وبقاءهم في تلك الأماكن يعتبر مجازفة ومخاطرة يدفع ضريبتها باستمرار. لكن ظروف الحياة الصعبة التي يعيشونها أجبرتهم على البقاء وتفضيل أن يموتوا في منازلهم وفي أماكنهم خير من النزوح والتشرد والويلات التي تصيبهم إذا نزحوا إلى أماكن أخرى خاصة وقد جربوا. النزوح في بداية الحرب لأن الحرب وخاصة في تعز طالت لها أربع سنوات قاموا بالنزوح الى اماكن متعدده لكنهم يعني لم يجدوا من يقف الى جانبهم ومن يمد اليهم يد العون ومن يساعدهم لا من السلطه الشرعيه من الحكومه الشرعيه ولا من المنظمات المحليه او الدوليه لذلك عادوا بعد فتره وجيزه الى اماكنهم والى اماكنهم الخطره ويفضلون الموت والبقاء في اماكنهم من التشرد والمعاناه خارج مساكنهم الا يجب توفير سيد عبد الله يجب توفير أماكن آمنة هناك أحياء كثيرة ألا يجب توفير أماكن آمنة لسكان يا أخي هناك المناطق؟ أما... أ... سيد عبد الله سأعيد السؤال هناك أ... أماكن خطرة أخي هناك أحي. أماكن خطرة وأحياء خطرة يتعرضون فيها أحي. للجرائم والانتهاكات يعني في كل لحظة وخاصة هنا في تعز في حي الزهراء الذي يتعرض دائما الأطفال والنساء فيه للقنص والقذائف العشوائية <applause> وكل الجرائم والانتهاكات وكذلك في شعب الدبة قريب وقرب المحافظة القديمة وفي منطقة دمينة وعنصة والربيع وأكثر مناطق تعز التي تقع قريبا من خط التماس يصاب المدنيون دائما فيها بالاذى ويفقدون ارواحهم ويصابون يعني بجراحات ويفقدون كثير من ممتلكاتهم نعم سيد, لكن عبد الله. سيد عبد الله لا يجدون من يقف الى جانبهم ويساعدهم في النزوح سيد عبد الله نحن نتابع وكثير من وسائل الاعلام ما يتعرض له المدنيون في مناطق التماس في مدينه تعز من انتهاكات لكن الا يدعو هذا للتساؤل يعني أين دور السلطة الشرعية في اعتبار هذه الأماكن مناطق عسكرية وبالتالي يتم توفير أماكن آمنة للسكان لنقلهم إليها أو حتى منعهم من البقاء هنا وسيتدبرون أمرهم بالإجبار يعني يا أخي الدور كثير من يعني من الحكومة والسلطة هنا وفي كثير من المناطق لا وجود له حيث يتركون يتركون ليلاقون مصيرهم المجهول لا توفر لهم اماكن بديله بحيث ينتقلون اليها ويامنون على انفسهم وعلى ممتلكاتهم نعم آه لا توجد كثير منهم بالبدايه نزحوا كما قلت نزحوا الى اماكن مختلفه لكنهم لاقوا اشد واعتى مما يصيبهم في مناطق خطرهم ومسكنهم الدائم لذلك رجعوا اليها لذلك ما, آه ما الذي لاقوه بالضبط على يعني السلطه الشرعيه ان يا اخي لا يقد لم نتوفر لهم مساكن يعيشون فيها بقوا في العراء بقوا نعم في مدارس في مجمع في مجمعات مدارس في المساجد في الطرقات لا ماوى لا فرش لا غذاء لا دواء لا احد يلتفت اليهم لذلك حدثت لهم كثير من الاشكالات واتعظوا بها ورجعوا يفضلون الموت داخل منازلهم سيد عبد الله قانونيا اقول ان على الحكومه وخاصه قانونيا قانونيا من يتحمل مسؤوليه توفير هذه الاماكن الامنه لهؤلاء المواطنين الذين يتعرضون للتنكيل ان بقيوا في منازلهم. يا اخي على طرفي النزاع اولا ان يتحملوا مسؤولياتهم القانونيه والاخلاقيه والانسانيه بان يبتعدوا عن عن المناطق السكنيه والتجمعات السكانيه. وبحيث لا يستهدفوها او لا يقتربوا منها ولا يحتموا فيها ولا يدخلوا يدخلوا بين المواطنين ويتخذوهم دروع بشريه عليهم الابتعاد كثيرا عن المناطق السكنيه هذا اولا الثانيا ثانيا على الحكو على الطرفين ايضا في اماكن سيطرتهم ان يعملوا على ايجاد بدائل واماكن امنه لل... للمناطق للسكان الذين في المناطق العالقه بين الاشتباكات وفي م. مناطق التماس ثالثا وبالاخص وبالدرجه الاولى على الحكومه الشرعيه ومن ورائها التحالف ان يقوموا بواجبهم الانساني كونهم هم الشرعيه هم الامل يعني لهذه للسكان المدنيين في هذه المناطق ان يقوموا بتوفير مناطق بديله وامنه ويوفروا لهم متطلبات الحياه الكريمه بحيث تكون راغب ودافع لهم بترك منازلهم وترك الخطر اللي يعيشون فيها والانتقال الى هذه الاماكن. اما ان اذا نزحوا او خرجوا يعني يصيبهم اكثر الاذى ويتعرضوا لما يتعرضون له فلا اعتقد ان احد منهم سيخاطر مره ثانيه ويعود للنزوح مره مجددا كما ان على كما قلت على الحكومه وعلى, وعلى المنظمات الدوليه ايضا ان تتعهد النازحين وان تتعهد الذين هجروا والذين فروا من اماكن الاشتباكات ان تتعهدهم بالرعايه وبالغذاء وبالاغاثات وان توفر لهم ادنى متطلبات الحياه نعم. يا اخي بعضهم الان في في هذه الظروف وفي الظرف الشتوي هذا البارد القاسي هم يعني يعيشون في العراء يعيشون بدون غطاء ولا غذاء لذلك يعني نناشد كثير نناشد المنظمات المحليه والدوليه بالانتباه والسرعه انقاذ هؤلاء نعم سيد عبد الله وانت وانت محامي بهم وأنت محامي وقانوني بالدرجة الأولى وناشط حقوقي أيضا إذا ما انتقلنا إلى مسألة التعويض دعنا نتجاوز انعدام الإغاثة ل يعني نقطة أخرى وهي التعويض تعويض المدنيين جراء إصاباتهم أو خسائرهم المادية مستقبلا من الذي يتحمل مسؤولية ذلك بداية من يتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية هم الطرفي النزاع الذين تسببوا بارتكاب هذه الجرائم الفظيعة بحق المدنيين والسكان الآمنين في منازلهم وفي أماكن تجمعاتهم. يعرف الجميع في تعز. على النزاع يعرف أن يعرف الجميع في تعز. وأن, وأن أن تعز سيد عبد الله اسمح لي بهذا التوضيح فقط يعرف الجميع أن تعز مدينة آمنة يعني من قام بالاعتداء عليها هي الميليشيا الحوثية يعني هذا ابتداءً. فاذا ما نعم تحدثنا عن التعويضات نعم هل البيت يمكن البيت لهذه الميليشيا ان تتحمل هي المسؤوليه في, الأساس في اذا وجدت يعني عداله منصفه لهؤلاء فهم المرتكبون المرتكب من ارتكب هذا الجرم وهذا الانتهاك ومن يعوض لكن دعني اقول لك صراحه انها مثل هؤلاء لا يعول عليهم ولا يمكن ان ان يقدموا خير لاحد هم دم تم تدمير الوطن وايصالنا الى هذه الحاله لا يمكن ان يرجى منهم خير لكني اقول على الشرعيه الذي التي بحكم يعني مسؤوليتها ان تقوم يعني بتعويض الاضرار وقبر الضرر لا. ومن ورائها الشرعيه ان تقوم يعني ومن ورائها دول التحالف عليهم ان يبداوا باعاده الاعمار فورا في المناطق التي تم تحريرها هذا جانب. وان الجانب الاخر عليهم سرعه سرعه استعاده المناطق التي تحت هذه الميليشيات وتحت هذه العصابات، اذا ما تم استعادتها فستنتهي يعني فورا ستنتهي معاناه المدنيين، يجب على الشرعيه ومن ورائها التحالف سرعه استعاده هذه المناطق التي تسيطر عليها العصابات الانقلابيه وتحريرها وفرض الامن والاستقرار فيها واعاده تاهيلها من جديد. سيد عبد الله هل هناك يا اخي دعني اقول لك في, تفضل. في النزاعات المسلحه غالبا في النزاعات المسلحه الداخليه غالبا ما تتم مصالحات وتسويات ويتم, تعوي ويتم يعني نادرا تعويض الاضرار مه. وتقوم يعني السلطات الشرعيه التي تقوم القائمه بجبر بعض الضرر لكننا نؤكد انه يجب في هذه وما يسمى بالعداله الانتقاليه يجب الا يفلت المجرمون من العقاب وان تتم القضاء على الاسباب الاسباب التي اسباب الجرائم والانتهاكات التي ادت الى هذا الوضع بدون القضاء على الاسباب انما ستكون يعني استراحه محارب ثم تعود يعود العنف ودوامه العنف اشد مما كان هل هناك احصائيه اجماليه لضحايا الحرب من المدنيين حتى هذه اللحظه سواء في تعز او في عموم البلاد لديكم انتم كناشطين حقوقيين هناك احصائيات لبعض المنظمات المحليه و في اطار حسب اعتقادي ومعرفتي في محافظه تعز اضرب لك مثلا في محافظه تعز تفضل عدد القتلى من المدنيين عدد القتلى من المدنيين ما يقرب من خمسة ألف مدني باطفال ونساء وشيوخ وكبار من مختلف الاعمار والفئات الجرحى اكثر من 15000 وهنا المصيبه والكارثه ان لا احد الان يلتفت لمعاناتهم ولجروحهم بعضهم يعني مغلب اغلبهم هم من يقومون ب يعني باسعاف انفسهم ومعالجاتهم الا من ما ندر يعني يعني او على على حساب فاعلي خير وما الى ذلك نتابع اغلب ما ما يجري طيب من خلال مشاهداتكم هل هناك نمط معين للضحايا في في المدينه في مدينه تعز كان يكونوا جميعا رجال او جميعا في سن واحده او تواجدوا في اماكن خطره معينه ام ان الاستهداف يتم بشكل عشوائي من قبل الميليشيا الحوثيه للمدنيين في المدينه يا اخي من خلال مشاهداتنا ووجودنا من بدايه الحرب في مدينه تعز حتى هذه اللحظه نلاحظ ان الاستهداف ان الكل في مدينه تعز وداخل المدينه مستهدفون كلهم الكل في كل المدنيين في دائره الخطر في كي لحظة تنهمر عليهم القذائف والصواريخ بأنواع الأسلحة من صواريخ صواريخ الكاتيوشا المدافع المختلفة هاوزر هاون يعني إلى وسط الأحياء المدنية لا أقول لك بأماكن عن القريبة من الاشتباكات ولكن في داخل المدينة وداخل الأحياء السكنية وفي الشوارع يسقط الضحايا من بداية الحرب وحتى الآن أما في الأماكن القريبة فيتم قنص واستهدافهم بالاسلحه المتوسطه والخفيفه من يسقطون ضحايا هم من مختلف الاعمار والفئات الفئات العمريه ومنهم النساء والاطفال والكبار والصغار لا احد مستثنى في هذه المدينه من من هذه من هذه الاجرام والاستهداف الكل مستهدف بدون استثناء لماذا برايك لماذا تقوم هذه الميليشيا بهذا الاستهداف العشوائي المتعمد اذا اذا جاز التعبير لكل ما لكل كائن حي على يعني في هذه المدينه. يا اخي هؤلاء الانقلابيون او كثير منهم لا يعني ليس لديهم ضمير او او انسانيه يستهدفون المدنيين في كثير من الاحيان خاصة إذا هزموا في مناطق عسكرية وفي أماكن المواجهات مه. تراهم ينتقمون من السكان ويعودوا بقصف الأحياء والمناطق الآمنة. نعم. لا هدف لهم له غير الانتقام وإثارة الرعب والتدمير لهذه المدينة التي يعتقدون أنها مرغت أنوفهم في التراب. نعم. آه لو انتقلنا إلى الدور القانوني والى آه التوثيق كيف تقيم دور النيابه العامه في التجاوب مع البلاغات الوارده اليها فيما يخص القضايا التي لا تحتاج الى شكوى ونقصد بهذا يعني جرائم البلاغ. يا اخي دعني اكون صريح معك ان النيابه العامه معدوم مع يعني معدوم دورها في هذه الجرائم وفي هذه الانتهاكات، لا وجود لم تحرك من بداية الحرب وحتى الآن رغم فضاعة المأساة والجرائم التي تنتهك بحق المدنيين لم تحرك قضية أخي لم تحرك قضية واحدة وبرغم أن الجرائم يعني كثيرة ومتعددة والفاعلين معروفين وباستطاعتها أن تقوم بتحريك قضايا كثيرة ضد قادة هذه العصابات وضد المسؤولين فيها وإحالتهم للمحاكمة إما أمام أمام المحكمة المحكمة المتخصصة محليا أو إثارة قضايا أمام المحاكم الدولية والمنظمة الدولية. ما الذي يمكن يعني للأسف لم تقم بدورها ودورها غائب حتى هذه اللحظة. ما الذي ما الذي يمكن أن أن يكون قد منع أجهزة القضاء والنيابة العامة تحديدا من القيام بهذا الدور؟ هل هو عجز في الإمكانيات أم انعدام اراده ام ان يعني وراء الاكمه ما وراءها اربع سنوات حتى الان قرابه اربع سنوات ولم تحرك قضيه في عموم الوطن ليس فقط في تعز. اعتقد انها تمر بعدم يعني بعدم وضوح في الرؤيه وماذا تفعل، واضافه الى الى شحه الامكانيات وعدم وجود اراده قويه من قبل القائمين ومن قبل السلطه الفعليه الحكومه الشرعيه الى لا يوجد لديهم اراده في اتخاذ هذا هذه الخطوه واحاله الملفات والقضايا الى المحاكم في داخل اليمن وخارجها. طيب الى ان تاتي هذه الخطوه احاله الملفات الى جهاز قضاء يعني يتابع كيف يمكن للضحايا توثيق خسائرهم وحفظ حقوقهم في التعويض مستقبلا؟ بحيث لا تطمس ولا تنسى ولا يتم يعني اهمالها؟ يعني اقل اقل الادنى ان يتجهوا الى المنظمات المحليه والمنظمات الدوليه ان وجدت وكذلك الى الضغط الى ايجاد جهة رسميه تقوم بتوثيق وحصر والمحاف الاضرار التي لحقت بهم، في بدايه الحرب هناك جهود مبذوله فرديه مثل بخصوص الضحايا المدنيين القتلى والشهداء بالذات نعم. قام الجهه المعاملة الادله الجنائيه الادله الجنائيه قامت بتوثيق بعض الضحايا واصدار تقارير جنائيه بوفاتهم وما تعرضوا له والطلقات والاصابات التي حصلت لهم, لهم. نعم. كذلك بعض المستشفيات قاموا بتحري يعني باصدار قرارات طبيه للجرحى لكن بقت هذه القرارات مع ذوي الشأن ولا توجد جهة رسمية تقوم بحصر هذه الأضرار وتقدير الأضرار لكي تحافظ على لكي تحافظ على حقوق, حقوق الناس مستقبلا يعني. ماذا عن عن جهود اللجنة الوطنية للتحقيق الحق... في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ تقوم تقوم هذه اللجنة بدورها وتوثق ما يصل إليها وبعض المواطنين للأسف لا يكترثون لهذا التوثيق أو لا يعرفون أهميته وقيمته لذلك يبقى العمل محدود ولا بد من يعني استكمال كل الإجراءات وتوثيق كافة القضايا وخاصة القضايا القسيمة نحاول في برنامجنا دائما أن, أن نؤكد للساده المتابعين في هذه المناطق التي تتعرض لهذه الانتهاكات على اهميه التوثيق، انت كمحامي بماذا تنصحهم؟ لو اعتبرنا انك الان في استشاره شخصيه لاحد هؤلاء المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات. انصحهم او ان ان يقوموا بتوثيق الجرائم والانتهاكات التي وقعت عليهم. اذا كان مثلا الشهداء يتم استصدار قرار يعني قرارات من الادله الجنائيه بوفاتهم واتخاذ الاجراءات وكذلك من المصابين من المستشفيات والاضرار الذين اضطرت بيوتهم ان يقوم بتوثيقها حتى ولو بالفيديوهات نعم. وأن يتجهوا إلى المنظمات المحلية وإلى الجهات الرسمية لتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات التي وقعت عليهم فهذه جرائم لا تسقط بالتقادم ولا تنتهي بمضي المدة إذا المحامي والناشط الحقوقي عبد الله التميمي كنت معي من مدينة تعز شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب رعد درهم المدني الجريح في حي الزهراء بمدينة تعز تم الرصد في أمان الله